السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنا عايز ألون العناصر اللي موجودة في الموديل، فممكن أجي هنا لأبيرانس بروفايل وأبدأ أعمل سيلكت على العناصر وأبدأ أديها لون، تمام؟ فممكن مثلا تقول له أنا عايز مثلا الكاتيجوري كذا أو الخاصية كذا أو، تمام؟ أو ممكن تعمل لود لملف يكون أنت شايفه قبل كده. أنا بفضل الصراحة إن أنا أكون مظبط باي سيت. باي سيت اللي هي من هنا تبدأ تطلع لي القايم، فانا بمسك بعض العناصر وابدا اعمل لها قائم، يا اما من خلال سيف سيلكشن، يعني لو عامل سيلكت على الجزء دوت يبدا يجيبها لي. ممكن تقول انا عايز كل الحوائط ديت او انا عايز الدور ده كله وهكذا، تمام؟ بالشكل دوت. طيب انا دلوقتي عايز ابدا الون من خلال العناصر دي، فبقول له باي سيت واقول له مثلا الكولوم دوت واختار اللون اللي انا عايزه واقول له ايت. طيب السيلينج اختار اللون وقول له ايت. الريلينج هنختار اوكي ايت وقول له رن، فيبدأ يلون لي حسب القايمة اللي معايا. ممكن تسيف القايمة ديت اهيت بامتداد دي اي تي، بحيث ان انت في اي مشروع بعد كده كل اللي هتعمله هتقول له لود، فيبدأ يحمل لك نفس طريقة الالوان في قلب الابراس بروفايل، فيبدأ يظهر معايا. ده مهم جدا لان انا ممكن يكون عندي مثلا شغل التكييف عايز ادي اللون، شغل البلامنج ادي اللون، شغل الالكتريكال ادي اللون وهكذا، فيبدأ تظهر معايا بالشكل دوت. ولو انا وحدتها في كل المشاريع اللي عندي هيسهل الشغل، انما لو كل مشروع ليه لون الواحد اتلخبط، الاحمر ده بايب ولا داكت ولا كيبل تري ولا ايه بالظبط. فبعد كده العين هتعود ان اللون الاحمر ده هو مثلا الاستراكشر، اللون الاصفر هو مثلا السيلينج وهكذا.